بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع حديث الذكريات والعبر، وهذه المرة مع بعض عوام الصوفية أو عوام المتصوفة. أما عوام الصوفية فربما لم يرزق العلم ولكن رزق الأدب، إذ التصوف كله أخلاق كما قال السابقون فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. أما عوام المتصوفة فهم يصحبون الشيوخ ويكثرون الاختلاط، ولكن حظهم هو الاستماع إلى الأقوال دون فهم لها، بل دون تطبيق لها. وقد سمعت من شيخنا العالم الجليل الرباني المحدث المفسر الفقيه الشيخ نور الدين عتسر رحمه الله قال: كثير من هؤلاء العوام مستعد أن يقبل يدك ألف مرة، ولكنه ليس مستعدا أن يتخلى عن شيء من شهوات نفسه، إذ النفس غالبة ومسيطرة. هذا الصنف ربما كان قاطعا للطريق. وبسبب هذه الأصناف أذكر أني راسلت شيخنا رسالة خطية، فرد علي الشيخ بعد ذلك. قلت له: بعض الناس ممن يصحب أهل الطريق وممن يأخذ من الشيخ يكون قاطعا للطريق وله أخلاق كذا وكذا بعيدة عن الطريق. فأرسل للشيخ رحمه الله ورضي الله عنه، قال: المريض الداخل إلى المستشفى يرى جميع الناس يلبسون هذه الثياب البيضاء، المريض والممرض والطبيب وكبير الأطباء يلبسون الثياب ذاتها، فلا يفرق بين طبيب وبين متطبب، والإنسان قدوته صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. كنا في بعض الأسفار وجميعنا من طلاب العلم الشرعي، جميعنا كان يدرس، درس في الشام ثم انتقل إلى الحجاز، وبعضنا كان يتخصص في القراءات ويجمعها. شخص من المتصوفة بلحية يغلب عليها البياض كان معنا، فحضرت الصلاة، أقام واحد منا الصلاة فتقدم هو دون أن يقدمه أحد، وصلى بالناس بصلاة مليئة بالأغلاط، لا يحسن أحكام الأحكام الأساسية، أحكام يعني النون الساكنة والتنوين لا يعرفها، أحكام الميم الساكنة لا يعرفها، المدود لا يعرفها، ويمد كل مد كما يحلو له، ويغنغن القراءة ظنا منه أن هذا هو التجويد. قد أعطاني الله سبحانه وتعالى جرأة من منح الله سبحانه، فكنت أتدخل وأسأل وأعترض، فقلت لهذا الرجل الكهل: لما فعلت هذا؟ كيف تتقدم وكل من خلفكم من طلاب العلم؟ فرد بسؤال بارد عجيب، رد بجواب بارد عجيب، قال: العلم حجاب، وأنتم يا طلاب العلم لا تخشعون في صلاتكم. والخشوع عنده هو بإطالة الصلاة جدا حتى يؤذي من خلفه، وهذا مخالف لفقه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من أما فليخفف. وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: إن فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، في أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العلم حجاب، هكذا يقول. ما سبب القصة؟ سبب القصة أن كبار علماء الصوفية وهم يربون المريدين ويعلمون الناس يحذرونهم من طغيان العلم، لأن العلم له سكرة قد تنسي صاحبها حقيقته. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى. حقيقة له سكرة، يعني لا أبالغ في هذا، يعني إيش ماذا يقول هذا الزمخشري؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء للعشاق. أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه نوع من سكرة العلم، يعني يقول هذه يعني يفضلها على كل شهوات الدنيا، لكن هذه الشهوة وهذه السكرة تنسيه نفسه، فيحتال ويلعب ويسوغ لنفسه المحرمات و يرفع التكليف بينه وبين شرع الله سبحانه وتعالى، ويكون الكلام نوعا من الاستهلاك الإعلامي، يستهلك للإعلام، فالتصدير شيء والواقع شيء مختلف تماما في حالة انفصام تام مع الشخصية. هذا في غير الصوفية وارد جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تربية. أما من يصحب الصوفية ويكون حظه الأقوال فقط ويأتي بالكلام على غير وجهه، فتلك الكارثة. إذا كان العلم حجابا يا بني فإن الجهل حجب، وحجب الجهل أشد وأمر. ولذلك نحذر العامي المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ من قراءة كتاب إحياء علوم الدين. نعم، هذا لا يقرأه إلا من تمكن في العلم، ليس للعوام هذا الكتاب، لأنه في مقدمته يهون في عينيك النظر إلى علوم الشريعة، لأنه كتبه العلماء، يقول إحياء علوم الدين، يعني حصلتم وأخذتم كل تلك العلوم فماذا فعلتم لآخرتكم؟ يخاطبهم، لا يخاطبك أنت، أنت مكلف الآن بمعرفة أحكام النون الساكنة والتنوين، أنت مكلف بمعرفة أحكام الطهارة والاستنجاء، أنت مكلف بأحكام الحيض والنفاس، أنت مكلف أن تعرف شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الخطاب ليس لك. في بداية الأمر تقرأ، إذا أحببت أن تقرأ كتب الصوفية، تقرأ تاج العروس الحاوي على تهذيب النفوس، وهو يبين لك خطورة المعصية على القلب وكيف تكون التخلية لتأتي بعدها التحلية ثم تكون التجلية. فهذه العينة من المتصوفة، وخاصة إذا كان من أهل الأموال، من أهل الأموال له إيش يقول، له مال وفير وثريد كثير، ويدعو الناس والشيوخ يجتمعون في بيته، وربما يحجب من شاء ويمنع من شاء ويسمح لمن شاء، نفسه الأمارة إذا لم يكن قد تربى تجعله يتدخل فيستمع الكلام فيحمله على غيره. قال طالما سمعت من شيخنا، طالما سمعت منه رحمه الله ورضي الله عنه، يقول علامة عدم الاستفادة أن تحمل الكلام إلى غيرك، على غيرك. إذا ما خاطبك الخطيب أو الشيخ قلت الحمد لله أنا بريء، إذا أنت في مشكلة، لابد أن تحمله على نفسك، ولابد أن تحاول تخليص النفس من تلك الرعونات. عبارة العلم حجاب هذه قالها علماء الصوفية لعلماء الصوفية وطلاب العلم، ليست هذه من اختصاص العوام، حتى ينتبه الإنسان إلى نفسه فلا يجعل هذا العلم سببا لهلاكه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فهم يرشدون العالم وطالب العلم أن لا يحجب بعلمه عن ربه، وأن يعلم حقيقته، وأن هذه العلوم عرايا، وأن هذه العرايا لابد يوما تردوا. أسأل الله تعالى المغفرة
لنا ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.